إذن الطريق إلى موسكو بعد وصول الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، من حق الكثيرين الآن أن يتساءلوا في شتى بقاع العالم كيف يمكنهم الوصول إلى موسكو. هناك الآلاف سواء كانوا في مصر أو في دول الخليج أو في أوروبا أو غيرها من الراغبين في مشاهدة منتخب بلادهم وهو يلعب الآن في كأس العالم بعد غياب جاوز الربع قرن من الزمان. أولئك الراغبين في الذهاب من القاهرة يستطيعون السفر وراء المنتخب المصري إلى موسكو جوا عن طريق ألمانيا بداية، يذهب مباشرة إلى ألمانيا، برلين أو فرانكفورت، ومن بعد ذلك التوجه إلى موسكو ومطاراتها، موسكو أو بطرسبرغ أيا كان مسار الرحلة. هناك مسار بديل عن ألمانيا وهو فرنسا، التوجه من مطار القاهرة إلى أحد مطارات باريس، ومن باريس يمكنهم كذلك التوجه عبر رحلة مباشرة إلى أحد مطارات موسكو، وموسكو بها ما يزيد عن 3 مطارات، أو التوجه مباشرة من القاهرة إلى بيلاروسيا إلى مينسك مثلا، ثم من بيلاروسيا مباشرة إلى موسكو. ستكون المسافة المقطوعة وقتئذ قليلة وقليلة للغاية. أما عن أولئك المقيمين خارج القطر المصري وتحديدا في دول الخليج العربي مثلا، والذين يقدر عددهم بما يزيد على 6 ملايين نسمة، قطاع كبير منهم لديه استعداد بطبيعة الحال لمساندة المنتخب المصري في المونديال. السعودية وحدها مثلا بها ما يزيد على 2 مليون مواطن مصري يقيمون هناك، يمكنهم التوجه بطريقة قد تكون أيسر مباشرة من المطارات الرئيسة في المملكة، في الرياض، في جدة، في الدمام، يمكنهم التوجه مباشرة من هذه المطارات من الرياض إلى موسكو، من جدة كذلك التوجه مباشرة برحلة مباشرة إلى موسكو، ومن الدمام بعد ذلك أيضا برحلة مباشرة إلى موسكو. دولة الإمارات العربية المتحدة فيها ما يزيد على 760,000 مصري، بالطبع ستكون الأمور كذلك ميسرة لهم حال رغبتهم في مؤازرة الفراعنة في موسكو عبر مطارات دبي وأبوظبي، يمكنهم كذلك عبر مسار مباشر من دبي إلى موسكو ومن أبوظبي العاصمة الإماراتية كذلك مباشرة برحلة واحدة إلى العاصمة الروسية في أي من مطاراتها. الكويت يقطنها ما يزيد على 500,000 مصري، يمكنهم أيضا التوجه بمسار رحلة مباشرة إلى أي من المدن الروسية التي يمكن الذهاب إليها. الكويت ستكون مباشرة عبر رحلة مباشرة من الكويت إلى موسكو. في القارة العجوز هناك أكثر من 1,200,000 مصري تتزامن ربما إجازتهم السنوية مع انطلاق المونديال، نذهب مثلا إلى إيطاليا التي يقطنها 500,000 مصري، يمكنهم التوجه مباشرة من روما في رحلة قد لا تجاوز 2 ساعتين من روما إلى موسكو مباشرة. أما في فرنسا التي يقطنها ما يزيد على 360,000 مصري، فالرحلة كذلك مضمونة من أي مطار هناك إلى أي مطارات في روسيا أو أي مطارات العاصمة الروسية موسكو، من باريس إلى موسكو. في إنجلترا ففيها قرابة 62,000 مصري، والذين يمكنهم كذلك التوجه إلى أي مدينة روسية خلال 2.5 ساعة تقريبا من لندن إلى العاصمة الروسية موسكو. وأخيرا البلد المضيف روسيا، وبه ما يزيد على 7,000 مصري يقيمون بصفة دائمة بأغراض الدراسة والبحث العلمي وبعضهم بغرض التجارة، أولئك الذين توطنوا وتزوجوا من الروسيات أو من مناطق القوقاز، ستكون كذلك الفرصة أمامهم للتوجه مباشرة إلى المدينة التي ستستقبل هذه البطولة سواء كانت موسكو أو بطرسبرغ أو غيرها.